انت فاجأتيني وقت فتت لدرجة اني ما عرفتك بالويب، كنت كتير هيك محتشمة. نحن معودين عليك على السوشيال ميديا شوي، مش اوفر يعني، شوي جريئة اذا في صح التعبير. هو حسب المكان والزمان بلبس انا يعني. شو المكان وشو الزمان؟ يعني مثلا اذا عندي عزا بعيد من هون اكيد بدي البس طيور اسود مرتب وبريزونتابل خارج المكان العزا. اذا عندي عرس مش حالبس نفس التيار، حالبس شيء غير. اذا بدي صور اعلاناتي بالميو اكيد ما حكون لابسه تيار اسود للعزا. فحسب كل مكان له لبسه. رولا، انا كنت قبل ما جيت هلا بشوي كنت عم بعمل ريسيرش، بدي فرجيك العناوين بس اشوف هيك اخذ فكره. نعمل حوار انا وياك بس هيك اخذ شويه هينس. رولا يموت تنشر صوره ساديه، رولا يموت عاريه ما بعرف شو، يعني كله بتفوتي على جوجل بتشوفي اسم رولا يموت مربوط بالتعري وبالجسد وبالجنس. هذا شيء حلو؟ هالشيء بدك اياه انت؟ ما خص اذا حلو او بشع. اول شيء اصحاب المواقع بهمهم يجيبوا تيتر. اوكي، شو موقعك بالساحه اليوم؟ حدد لي اكثر. يعني في تصنيفات بالساحه، في نجمه كلاس A كلاس B كلاس C. انا ما بحط حالي مع حدا، انا اخذ لاين لحالي اسمه رولا يموت بس. نعم، بس وقت بدنا نقول كاتيجوري مثلا انا بقول رولا يموت بحطك بصف مريم كلين. انا برفض اني اقارن باي احد. هذا الإيجو تبعك يعني؟ إيجو، غرور، ثقة بالنفس، اللي بدك يسمي. لا، كله مع بعض. مش ثقة بالنفس. ثقة بالنفس تقولي شبهوني لمين ما بدكن. لا، هذا غرور إيه، إيجو إيه. ثقة بالنفس شيء واستهتار واسترخاص بحالي شبهوني مين. طيب ما كان شيء. طيب أنا إذا بدي أحط ميريام على جوجل ما بيطلع لي زيت الأشياء اللي بحط رولا؟ أنا بشوف. أنا غير. والعالم لما تشوفني وتشوف اي حدا تاني حتشوف الديفرنس. شو اللي بيميزك؟ بشو؟ انت عم تقولي انا غير بكل شيء. بشو؟ اعطيني كل شيء كل شيء كل شيء. بالشكل، بالشخصيه، بالعلم، بالثقافه، بمحبه الناس، بجاذبيتي، بشهرتي، بكل شيء. طيب ما كان بدك تصيري هيفا تانية بالوسط؟ لا، لا تانية ولا تاسعة. انا رولا يموت. قلتي شغلي هون، قلتي انه العالم اللي بتشوفني، العالم ما بتشوفك الا على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا صورتي غير، شكلي غير، جاذبيتي غير، عيوني غير. بس مش حرام عاملة بحالك هيك؟ والله انت احلى على الطبيعه وارتب واكلس اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. الصور تاع انا بحبه، انا بحب اللي بشوفه، بستمتع فيه، انا بمتع نظري باللي بشوفه على السوشيال ميديا. شو حرام عاملة بحالك هيك؟ لانه انت انت بنت وقت فتي صدمتيني قديش كلاس بقعدتك بجسد، يعني مش حلو يكون مباح لمين ما كان. انا بالنسبه لي حلو عم اقول لك حكي العالم، انا ما عندي مشكله. لحظه، لما بدك تقول مباح لمين ما كان، نظريا انت عم بتشوف شيء امراه جميله مثيره، الجمال لوحه حلوه. ولكن اذا انت نظرتك او إذا الناس عندهم هن نظرة بدهم يزغروا هيدا الجمال، فهن لأنهم هن عندهم شي نفساني جوا ما بيحبوا يشوفوا حدا حلو. شو أكتر بارت بجسمك هيك عزيزة عليكي؟ كلني. لا لا، بدي هيك بارت حساسك بتحبيه أنت بجسمك. بحب حالي كلني كلني كلني. لأنه بتحكي أكتر شي عن الصدر وعن المؤخرة. أنا؟ انه اكثر شيء هودي بتبين. عيب في اللعبه صح؟ لازم بحكي هيك؟ لا مش بتحكي انت هيك. انت اللي بتشوف اكثر شيء هيك. هي بتفرجيهم اكثر شيء. انا بفرجي اجري، عندي لايكات على اجري يساري اكثر من الدريان ومن الصدر. حلوين التاتو على اجريكي؟ ماشي. ايه، في عالم عندها فتش الاجرين. نزلت مره صوره كان عندي اعلان لعبايه ولحجاب واخذ لايكات اكثر وكومنت اكثر. برافو. من هيدا في لازم تعمل لايك على كل شيء؟ ايه طبعا. يعني شو ما بتنزلي ان شاء الله صوره سوا، بس حسب الصوره بتعطي لايكات اكثر. لايكات أكتر. عقليات المتابعين، يعني في عقليه متابع بحب بحبه. اوكي، وانت عارف شو بحب اكيد، لانه انا بنزل كذا نوع من عرض الازياء، مصوره فساتين اعراس، سهره، عبايات، حجاب، بيكيني،
بيبي دول لانجري مصورة تقريبا كل شيء ماي ميك اب وشعر يس تقريبا هلا مصورة كل شيء يعني هلا في ملايين المشاهدين راح يشوفوك وملايين الرجال خلينا نحكي شوي عن الرجل كيف نظرتك للرجل كيف تحبي يكون الرجل اللي بدك تظهري معه اللي بدك تصاحبيه whatever هلا الرجل اللي بدي اظهر معه شيء اللي بدي صاحبه شيء اللي بدي اتجوزه واعمل معه عيلة شيء ثالث طيب كيف بتحبي هيدا وكيف تحبي الثاني وكيف تحبي الثالث ليه عم تسأل طب بلكي معجب انا ما في كثير عم بيشوفونا في ملايين عم بيشوفونا في اختصر لك ما ححدد انا بنت شخصيتي كثير قويه وكثير ذكيه و يعني كثير بحب انه الرجال يكون اعلى مني مساواة بين الرجل والمرأة ما بحبذها كيف يعني ضد المساواة مش ضد المساواة عامة بس دائما بحب الرجال يكون اقوى من المرأة يسيطر عليك منصبه اقوى خيالي. من منصبه ايه لحس برجوليته لانه انا مرة شخصيتي قوية كتير واكبر منك بالعمر ما بأثر العمر مهم الشخصية بيفرض عليك اوامر معينه بتقبلي طبعا مثل شو حسب هو شو بده شو ما بده بتعملي حسب هو شو بده مثلا شو الممنوع عندي لا شو ممكن اكيد لما بده يطلب مني طلب اكيد مش حيقوم يحكيني بلغه الامر يعني حسب شو الطلب وبده يعطيني اسباب اقتنع فيها عادي بالبيت ما بدي شو بدي احلم هيك بقعد مد اجري شو بدي احلم هيك بيوفر لي كل شيء على قلبي مثل العسل تحجبي من العين هاي او من هاي بتتحجبي طبعا يعني انت حياتك كلها بتتغير يور ايمج كله بيتغير اذا اجى الرجل اللي بدك اذا الرجل اللي انا بدي اياه ومتفقه معه وهو طلب هو عنده هيدي النية أنا برفض له إياها يعني كل حياتك قائمة على الآخر شو بده؟ لا وات لما أنت تكوني مع رجال أنا ماني بقى لحالي صار في أنا وهو يا رولا بس أنا إذا هلأ بيجيني رجال ما بقبل إلا بشروطي أنا ما بقبل بشروطه لا هون بده يكون هون صرنا شخصين مش واحد حتى لو شخصين ليه بده يجي يفرض علي اوامر لك اني غير كل الستايل هي كلمه بتحنين وكلمه بتجنن في هو يجي يقول لي الابره تحجري في يجي يقعد يقول لي مثلا امسك لي ايدي حبيبي يا نورو يا قلبي يضحك عليك انا ما خاف انا حابب هيك تتحجبي ونجيب اولاد مثلا يعطيني قصص يمكن اقتنع فيها يمكن ما اقتنع وارفض لا اذا انت ضد الحجاب هلا الاكثر انا ضد انت مع الحجاب طبعا مع الحجاب انت مع المراه الحجاب انا مع اي امراه تعمل الحريه اللي هي بتحبها نعم انت بس بالحجاب اكيد بحترم الحجاب مع انه مش فرض يعني انا لو بي كان حجبني من عمر التسع سنين اللي هو واجب بالدين الاسلامي مش ما كنت حاشلحه ليه بيك ما حجبك ما بعرف سألي الوالد يمكن ترك القرار لألي ليه ما قررتي تتحجبي؟ النية موجودة القرار بعد ما اتخذته لهلا عندك نية تتحجبي؟ بس أي متى؟ على الستين؟ ما بتعرف يعني أنت مش مقتنعة تماما باللي أنت عليه مش مقتنعة؟ ما خص القناعة بهذا الموضوع لا أنا عم بستغل جمالي وجمال جسمي وشهرتي وعم تاجر بالبيكيني من هذا الموضوع أنا يمكن أوصل لوقت أقرر أنا أتحجب والبيكيني يجيب أنا مودلز هن يكملوا الإعلانات مثلا تعي نحكي بصراحة أكثر لأنه أنت بحاجة لمساري ممكن ليش لا كل اللبنانيين بحاجة لمساري مش ممكن اكيد بدك مصاري كل بده مصاري مش انه بس انا يعني انت تحديدا شو بدك فيها انا انت انت عملتي كل هيدا الشيء مش لتطلعي مصاري طبعا لانه ما حدا فيه ينفق عليكي
ليكي الاعتماد على النفس اهم شيء. بس في او ما في بس أنا ذاكرتي ما بتكون يعني انا بعرف انه انت كنتي عم تشتغلي شيء ثاني وحدا منعك. مزبوط كنت بالمطار عم تشتغلي بالمطار وفت على مجلس النواب ومنعت صح وصارت قصص كتحدي وكتكسير راس وفت في لهالمجال ولقيت حالي اني انا صاروخ عم صاروخ واستغلت الشغله عم بنقلها لتجاره. عملت المصاري اللي بدك اياها لليوم؟ بالمبدا الحمد لله. شو التارجت تبعك؟ بده يصير معك؟ ما في رقبه معي. ان بتوين بين وبين؟ ما في رقبه معي لانه الرزق من عند الله، المهم انه اكون انواع مكتفيه. رولا بتتركي كل شيء؟ ايه اذا بتلاقي ممول يعني انسان يجي يستتك ويقعدك بالبيت؟ طبعا. يعني معناتها انا بستند. بتعرفي ان انت بتوثقي قد انا مسقفه طبعا او بقرا سايك كورج يعني انت عم تعملي هيك لانك بحاجه طبعا. واو بس انا بنقهر عليك. لا ما بدي تنقهر، بنقول الحمد لله. ولا هو حاجه ولا هو شيء انت فقدتيه بطفولتك عم تحاولي تعوضيه هلا؟ يعني انت بدك حنان، بدك شخص تستند عليه، عالم النفس. واي شيء بتعمليه خارج اطار الناس بتعرفه انت من جواتك منك هيك. كلنا عنا نقص، ما حدا كامل غير الله سبحانه وتعالى. بس الحمد لله انا اي شيء بلاقيه ناقصني انا بكمله، يعني ما بعملها عاهه او اعاقه او يسبب لي ازمه نفسيه. ممنوع. بس عانيتي من ازمات طبيعي، هي اللي ودتك انك تصيري تفوتي على هالمجال طبيعي. المخربات تاخذي اتنشن مش ضروري اخذ اتنشن او لا تقولي انا موجوده انا مهمه. ما انا يمكن لا، ما انا يمكن فوت على المجال وافشل. لا هلا انت نجحتي مش هلا عم ناشو اللي عم تقوله ساره انه حتى انا رولا انا بدي اتنشن. انا ندر احمدي وبدي اتنشن. اوكي قد ايه في اهتمام فيي، بس لما تنكفئ الناس عني بحس انه صرت شيء ناقص. مش غلطكم بدي اتنشن هلا الناس بيعتبروا اللي بده اتنشن كانه شيء عادي. نو بس انت اوفر اتنشن بدك. اوكي الاتنشن اللي انت عم تحكيها ولا عم تقولي انه انت يو نيدت، انا عندي اياها من مين؟ لما اقعد مع الله عز وجل. مؤمنة ما بعوزها من البشر. متأكدة؟ اي طبعا. انا ما بقبل اني انا اوزع اتنشن. طب تعي نرجع لمشروع الحاجة اللي خليتك تفوتي على هذا المجال. صار عندك بيت؟ الحمد لله. رولا صار عندك بيت؟ هلا في كثير اشياء خصوصيات ما بحب. ما انه خلص عندك بيت؟ عندك ارض؟ الحمد لله. عندك سيارة؟ الحمد لله. بلشت تحسي بشوية امان من غدر الزمان؟ اي في امان. انا بنبسط خبرين ما عم بحكي عن في امان وفي قوة وفي ثقة. في امان وفي ايمان. نام سوا. قولي احكي مع الكاميرا انه انت مسعده تتزوجي وهيدي التلازمات. انا مش بس مستعده، حلمي انه ان شاء الله اتجوز، الله يرزقني بابن حلال ويصير في عندي اولاد. وكثير بحب تصير سيده مجتمع وبزنس وومن لانه اكيد هذا المجال مش رح ضل فيك الحياه. يعني بظن انه انا عمري 40 سنه حقعد اتصور بالبكينيه، يعني مش منطق. مين عم بتلطشي؟ ما بلطش حدا، بس انه عم بحكي شيء انه لوجيك يعني. طيب انت صار عندك كل هودي الكماليات بس الانسان بطبعه طميع، وانت بينتي بحديثك انه بعد بدك طالما الواحد عنده بيت وسياره ومصاري على جنب وعنده الشهادات بيقدر يستثمرها وبيقدر يكون موظف محترم، تكوني سيده مجتمع، تفوتي من الباب العريض تروح على مكتب الصبح توعي الساعه 8 الصبح ترجع بيتك بعد الظهر. هذا الطمع عم بخليك تكفي بهالاشياء؟ ما قصه طمع، في عندي طاقه. شو خاصة طمع بالطاقه؟ في عندي طاقه. انا ممكن هلا اشتغل جيب سيارة اهديها لرفيقتي ضروري لألي بدك بدي السيارة. بس انا عندي طاقة اني اشتغل. ممكن تصرفي على رجل اذا حبيتي؟ لا ميرسي. ما ممكن تصرفي على رجل اذا حبيتي؟
لا 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 مش ما جربتي؟ لا 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 تعي جربي جمعة معي لحظة جربي جمعة معي وبعد جمعة خبري شو هيك عم تحكي على الفاضي؟ هيدا عرض خلي عينك على الجرس.